فلسطيني لاجئ من الرملة، عشت المخيم بتفاصيله، بكل تفاصيل الحياة اليومية، عشت واقع عاشه كل شعبنا، ولكن عبرت عنه بطريقتي، بأسلوبي، بتفكيري، بأدواتي، برسمي، بريشتي، وكنت بأشوف الأشياء في عيون الناس، في مسيرتهم، في حياتهم، في تفاصيلهم اليومية. طبعاً اللوحة في لحظة محاكاتي لإلها يعني بتكون عندي أفكار متعددة، متلاطمة، متداخلة، حالة كبيرة من الشجن، من الحب، من التفاؤل، من الأمل، من الغضب، من الحزن، من كل الأشياء اللي ممكن يتصورها الإنسان هو الفنان. طبعاً بدايتي مع الفن التشكيلي تحديداً ومن خلال انطلاقتي مع الجمهور كانت في 95 في معرض الهواة بجامعة شبان المسيحية. طبعاً اللوحة هذه شاركت في لوحتين، أنا كانت اللوحة الأساسية لوحة ياسر عرفات الكوفية، كنت مختزل فيها شخصية ياسر عرفات من خلال ملامحه الأساسية، ولكن أنا مغير الكوفية بحيث إنه الكوفية صفت هي عبارة عن المباني والمدن الفلسطينية بما فيها مشمولة إلى القدس الشريف وكنيسة القيامة. هذه اللوحة بالإضافة للوحة أخرى لفتاة بتطل من بين الأسلاك الشائكة وبترفع علامة النصر من ضمن المظاهرات، كانت أول مشاركة لإلي كغير دارس للفن، موهوب ولكن غير دارس للفن، وهذه عززت شخصيتي، عززت مسيرتي الفنية. في العام اللي بعده 96، طبعاً من خلال 96 قدمت لوحة أخرى مختلفة، كانت هذه اللوحة لوحة فتاة أحلامي اللي أنا بعيشها أو أي شاب بيعيشها وبيحاول إنه يجسدها كشيء بصري ملموس. فأنا تقريباً أسبوعين ما كنتش بنام وأنا برسم فتاة أحلامي اللي أنا بتصورها، ومن ثم لما عرضتها في جمعية الشبان المسيحية في المعرض الثاني كانت يعني من اللوحات الجميلة جداً واللي أنا بفتخر فيها، بالإضافة للوحة أخرى لياسر عرفات الشعب القائد. هذه اللوحة من اللوحات اللي أنا كتير بفتخر فيها وكتير بعتز فيها، وبتمثل عندي إطلالة أو قفزة نوعية خاصة بمسيرتي الفنية، لأنه هذه اللوحة أنا دخلت فيها بالمدرسة الرمزية بحيث أنه من مسافة بعيدة أنت بتشوف الملامح الأساسية لياسر عرفات الشهيد القائد، ولكن لما بتقترب أكثر من ياسر عرفات بتشعر أنه رجل دين مسلم، رجل دين مسيحي، هو طفل، هو امرأة، هو كل شيء في المجتمع، وهو في بعض الأحيان ابن جيراننا حسام الطفل الصغير، هو أيمن أبو شمالي صديقي اللي أجى عندي وأنا برسم فألح علي يرسمني ورسمته في اللوحة، هو نصر شاهين اللي رسمته البسيط ابن الحركة. الطفل هو أنا، هذه الطفولة اللي موجودة في داخلي وبشعر فيها في خطاي، في أنفاسي، في كل شيء، بشعر إنه هذه الطفولة يعني مسؤولية كبيرة عظيمة، لأنه أنا عشت يتيم. من هنا انطلقت لشيء، إنه كل ما بدي أرسم دائما بأشوف الطفل المحروم من التعبير والمحتاج المساندة مني كفنان إنه يرسم ويعبر ويكون معي في مراحل متقدمة، لسبب واحد إنه اللي بيرسم معي اليوم الطفل
لما بيشاركني، وخاصة أنه في بعض اللوحات مثلا في 2000 أنا رسمت لوحة وكانت هي نبض للانتفاضة، رسمت فيها وكان بيشاركني طفل صغير، ناديته من جيراننا من أولاد جيراننا يجي يرسم معي رسمة القدس. فلما رسمها طبعا بعشوائية بعفوية ببساطة رسمها، فأكدت عليها ودخلتها في اللوحة في مضمار لوحتي. هانا لما كبر اليوم وصار بيدرس دكتوراه اليوم، في الانتقال الزمني اللي صار في عملية التحول في مجريات الحياة كلهيتها تركت أثر عميق في نفسه اليوم لما بيشوف لوحته اللي شارك فيها، لوحة الفنان اللي شارك فيها معي وعاش تفاصيلها. طبعا هذه مشاركة ما بيني وبين الطفل، بحيث انه هذه اللوحات هي لوحة شراكة ما بينه وبين الأطفال. الأطفال هدول بعد عشرات السنين راح يتذكروا أنهم في طفولتهم عبروا، وما زال التعبير يتطور وينمو. ممكن يكون هذا النمو في مجالات أخرى، ولكن هم عبروا عن شيء في الإطار الزمني، الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة أخرى في السن. طبعا هذه بتوثقها وبتترك بصمة في مرحلة زمنية لإلهم ولإلي ضمن المشاركة، أنهم في يوم من الأيام هم شاركوا مع فنان وكانوا جزء من اللوحة. أي إن كانت هذه المساهمة، حتى لو كانت خط، بتمثل للطفل شيء كبير وبتمثل لإلي شيء آخر مكمل في عملي. وهنا تعتبر حالة التمازج ما بين ثقافة ورؤية الفنان وما بين عفوية الطفل وتعبيراته البريئة والحية والنابضة بشكل صادق وأمين لمشاعره وأحاسيسه. طبعا من ضمن بعض الأعمال كان في عمل من الأعمال الجديدة، طبعا يعني هذا العمل شارك فيه حوالي 7 أطفال. طبعا 7 كل واحد فيهم خربش رسم، من ثم أنا طبعا أكدت على الخطوط، أكدت على الألوان، ضفت شيء جديد، ولكن في تركت عفوية أعمالهم أو خطوطهم، بحيث أنهم كل واحد فيهم ميرا في مكان، كريم في مكان، محمدي وعمر في مكان، دريم في مكان، فكل واحد فيهم عبر بطريقته. بعتبر أنه الفنان يعني بالذات مطلوب منه أن يكون قريب أكثر من الإنسان ويحاكي الإنسان في داخله. الفنان التشكيلي جزء من واقعه، بيعيشه بكل تفاصيله، بيطرح نفس الأسئلة اللي بيطرحها المجتمع وبتكلم بلسانه، ولكن من خلال الإطار البصري. السؤال لماذا تحديداً كان سؤال قوي شعرت فيه لما كنت في ملجأ العامرية في بغداد في 98. بكيت وبكائي عزيز، ولكن كانت حرقة الدمعة اللي نزلت من عيني لحظة ما سمعت من أم غيداء المشرفة على الملجأ حكاية الأطفال وبقايا الجثث المحروقة والطفولة المقتولة في كل مكان والمسلوبة حقها والمسلوبة إرادتها في أنها تعيش حياة طبيعية في كل العالم. كانت هذه اللوحة لماذا عبارة عن حبل مشنقة ملفوف حوالين طفل محمول على حمالة الموتى، ولكن الأمل بأنه في شقيقة نعمان تمثلت في أسفل اللوحة كنقطة استفهام تحت علامة الاستفهام، حبل المشنقة الغليظ اللي بيطرح السؤال بقوة لحظة الإعدام وسلب الحياة من الإنسان، وخاصة إذا كان هذا الإنسان طفل
الغربال كان عمل من 3 أجزاء، حكيت في فلسطين في 3 مناطق مجزأة، 48 ضفة غربية بما فيها القدس وغزة. الغربال 3 مناطق موجودة في إطار دائري محاصر من كل الاتجاهات. الإنسان فينا ممنوع يقترب من الحدود حوالين الغربال. كان الجدار عليه قصيدة محمود درويش سنخرج، ولما انتهت قصيدة محمود درويش ما أسعفنيش المجال إني أكمل القصيدة أو أكررها حتى على بقية 3. فلما انتهت القصيدة كملت أنا، ما شعرت فيه من كلمة، يعني أنا بكتب ضمن ما خطه محمود درويش وأنا كفنان بأخطه بطريقة أخرى وبقدمه على نفس المنوال ضمن الأثر اللي تركوا فينا درويش من خلال الصياغة اللغوية، فأنا صغتها ضمن الصياغة اللغوية ضمن التكملة بحيث أنه أضفي ملمسي وكلمتي وإحساسي وتعبيراتي المكملة لما خطه درويش. 3 هم 1، فالعمل هو سنخرج وإن شاء الله سنخرج. لابد أن يكون قريب من الجميع وخاصة الموهوبين المبدعين. هذا المجال بالذات محتاج حاضنة، المعيقات كثيرة والأزمات كثيرة والصعاب كثيرة وكل المنغصات كثيرة، ولكن الأمل والتفاؤل والحياة بتتطلب منا إن نحكيها بطريقة جميلة وإن نغزلها مغازلة العاشق لمعشوقته، خاصة بأنه هناك ما يستحق الحياة، فلسطين تستحق الحياة.